السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ال CRM أساس إن أنت تدير العملاء بتوعك. تقدر تعمل مثلا ده هنا لو في حاجة جديدة، تقدر تشوف لو بعت حاجة لو الربح قد إيه، استلمت الفلوس، فتقدر تنظم أو تعمل البايب لاين للشغل بتاعك. وليكن مثلا هنا في حد جه يتعامل معاك الكاستمر. تبدأ تشوف بقى الكاستمر اللي عندك، تقدر تقول مثلا اسمه أنس مثلا، العنوان بتاعه، التاكس اي دي، الجوب بوزيشن، الفون، الايميل، اللغة، التاج ده أساس تميز. مثلا تقول الراجل ده مثلا في أي بي، الراجل ده حرامي ومش عايز يتعامل معاه تاني، على أساس إيه؟ سهل على نفسك. وممكن تقول في مرة أنا عايز كل الناس اللي في أي بي. تمام. العنوان، طب أنا كاتب العنوان هنا، لا ممكن يكون الراجل عايز عنوان خاص بيه، مثلا الفواتير تيجي على عنوان معين، الشيبنج أدرس، يعني عايز كل واحدة فيهم حاجة سبيشال. تمام، يعني مراته الجديدة بتاع. في العادي لو انت ما كتبتش حاجه هنا، اوتوماتيك هو بيروح للعنوان اللي انت كاتبه فوق، فانت بتبدا تكتب العناوين. تمام. فاقول دلوقتي هنا دي لو ملحوظات خاصه او ملحوظات داخليه، ممكن تقول الراجل ده مثلا ما بيدفعش فلوس، او الراجل ده غلبان مش هناخد منه فلوس وهكذا. فانت كده بتعمل تنظيم للحركه، وبتعرف كل الاشخاص، وتشوف بقى الربح مثلا هيبقى قد ايه، التقييم بتاع الشخص دوت. تمام. تقدر تضيف اكتر من شخص، هو يقول لك ان في هنا قد ايه. طيب ممكن انت خلاص العمليه دي اتعملت، فتنقلها للمرحله اللي بعديها. بعد كده مثلا خلاص انت بدات تكسب، فتروح ناقلها للمكسب، فيبدا يحسب لك الحاجه بتاعتك. تقدر تضيف اكتر من حاجه، يعني ممكن تكون انت عندك اكتر من مرحله، مراحل البيع والشراء وتحصيل الفلوس وهكذا. تقدر تضيف اكتر من خانه، تقدر تضيف اكتر من عمليه، بحيث يبقى فيه متابعة للشغل بتاعك.